بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الخامس من سلسلتنا VMware vSphere 5. المفترض في الدرس ده والمديول 5 هنتكلم عن موضوع الاستورج داخل الـ VMware أو الاستورج في تكنولوجيا الـ Virtualization بصفة عامة. لكن وجدت إن احنا لو دخلنا مباشرة في الكونفيجريشنز الخاصة بالـ VMware Storage، لقيت إن في بعض الناس هيكون ناقص عندهم بعض المعلومات عن تكنولوجيا الاستورج بصفة عامة. على سبيل المثال، في بعض الناس ما تعرفش عن إيه السان أو الأيسكازي أو الناس أو غيرها من السوليوشنز الخاصة بالاستورج عندنا. عشان كده قسمت كده المديول بتاعنا إلى جزئين. الجزء الأول هنتكلم على الاستورج كونسبت بصفة عامة، إيه هي تكنولوجيا الاستورج وإيه هي أنواعها، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن ازاي نعمل كونفيجريشن جوه الـ VMware الخاص بينا. فاول جزء عندنا هنتكلم ايه انواع الاستورج، ازاي الداتا ترانسفير، نعمل كومبير بين انواع الاستورج، ونتكلم تفصيلا عن انواع الاستورج اللي موجودة عندنا. وبعد كده هنيجي نجيب ابلكيشن يعمل لنا الفيرشوال ستورج عندنا في اللاب بتاعنا. فاول جزء عندنا هنتكلم في الاستورج. طيب ايه انواع الاستورج اللي بتقابلنا؟ في عندنا 4 انواع اساسيه من الاستورج ممكن نشتغل عليها في حياتنا. اهم نوع واكتر نوع احنا كلنا بنستخدمه من زمان جدا هو موضوع الداس او الدايركت اتاتشد ستورج. الداس ده عبارة عن اللي هي الهاردات الساتا والاي تي اي والسكازي والسوليد ستيت الموجودة عندنا في كل أجهزتنا البيرسونال العادية. هنتكلم على النوع التاني من الاستورج اللي هو السان، اللي هو ستورج اريا نتورك. ده عبارة عن ستورج بتستخدمه الشركات الكبيرة، هو عبارة عن مجموعة من الهاردات جوه إطار شاسية بيعمل مانج ليهم من جوه، والاستورج دي متصلة معانا بره عن طريق فايبر كيبل متوصل بالسيرفرات عندنا بطريقة معينة هنشوفها بالتفصيل لما نيجي نتكلم عليه. نتكلم على الاسكازي اللي هو انترنت سمول كمبيوتر سيستم انترفيس. ده غير الاسكازي هارد ديسك. الاسكازي هارد ديسك ده كان نوع من انواع الاسكازي وخلاص انتهى، بدل دلوقتي الساس. هنتكلم عليه يعني ايه هو الاسكازي بالتفصيل في الجزء الخاص بيه. بعد كده نتكلم على الناس النتورك اتاتش ستورج ونشوف ايه الناس والفرق بينها وبين السان وهكذا. لكن قبل ما نتكلم نتعرف على كل جزء كل نوع من انواع الاستورج عندنا، لازم نفهم بعض المواضيع ونشوف ايه كومبير بين الاستورج بينها وبين بعض عندنا. اول حاجه، في اول حاجه مصطلح كده دايما بنسمعه في الفروق بين الاستورج بينها وبين بعضها، في حاجة اسمها بلوك ليفل داتا وحاجة اسمها فايل ليفل داتا عندنا. البلوك ليفل داتا يا جماعة ده عبارة عن اللي هو الديزاين اللي احنا بنستخدمه عندنا في أي مكان، عبارة عن هارد بوصله في الجهاز عندي. الهارد ده بيظهر عندي في الديسك مانجمنت إن أنا ممكن أقدر أفرمته وأقدر أضيفه كبارتيشنز. ده عبارة عن البلوك ليفل، ان هارد بقدر اضيفه عندي ويظهر عندي كبارتيشن واقدر افرمته واقدر اعمل له كل شيء عندي. اما الفايل ليفل ده عبارة عن بارتيشن انا بكريته، لكن البارتيشن ده مش متوصل عندي دايركت، انما هو عبارة عن فايل سيرفر مشير فولدر معين وانا بضيفه عندي عن طريق الشير، وبعمل له باب نتورك درايف عندي جوه الماي كمبيوتر. الفرق بين الاتنين ان انا هنا بتعامل في البلوك ليفل كمستوى هارد ديسك بقدر اتحكم فيه بشكل كامل، اما في الفايل ليفل ده بتحكم في الفولدر المتشاير عندي بس. يعني ده بلوك ليفل ممكن افرمته، اما الفايل ليفل ممكن يعني يستحيل ان انا افرمته، انا اقدر بس اكسس الداتا اللي متشايره لي مش اكتر من كده. الكلام ده يفرق معانا قوي في الجزء الخاص بالكمبير بين الاستورج، لان كل نوع من انواع الاستورج عندي هيبقى شغال يا اما فايل ليفل يا اما بلوك ليفل. فحبيت الاول نشوف ايه الفايل ليفل وايه البلوك ليفل عندي دلوقتي. طيب قبل ما نتعرف على السان والاسكازي والناس وهكذا، عاوزين نفرق بين انواع الاستورج عندي في مقارنه بسيطه كده.
الفرق بين السان وبين الايسكازي وبين الناس. السان هنا يا جماعة بنرمز ليها اللي هو الفايبر اوبتيك. السان هي عبارة عن شكل ما قلنا ستورج موجودة في إطار عبارة عن الشاسيه بتاعها، فيها جواه ستورج. الستورج دي كلها مانج بأبليكيشن معين. الستورج دي متوصلة عندنا عن طريق انترفيس فايبر، متوصلة في سويتش فايبر، ومتوصلة عندنا بكروت فايبر في السيرفرات عندنا. فكل الكوميونيكيشن بيننا وبين الستورج وبين السيرفر كلها فايبر، فبيدينا سرعة عالية جدا، بيدينا سرعات من 2 أو 4 أو 8 جيجا بت بير سكند. لما يتوصل عندي بيظهر عندي الهاردات اللي جواه كأنها بارتيشن عن طريق حاجة اسمها لان، هنعرفها بعد كده. فمعنى كده ان الهاردات اللي موجودة في الفايبر اوبتيك او الفايبر شانل اللي هي عبارة عن السان بتبقى بنظام بلوك ليفل عندي. السان سوليوشن اللي هي بتشتغل بالفايبر شانل دي تعتبر اعلى برفورمانس في كل انواع الاستورج عندي. الترافيك الترانسفير بتاعها عالي جدا، الاي او بتاعها كبير جدا، لكن هي في نفس الوقت غالية جدا عندنا. عشان كده الشركات الكبيرة بس هي اللي بتستخدم السوليوشن اللي عبارة عن السان بالفايبر عندي. في سوليوشن اقل منه شوية اللي هو الايس كازي. الايس كازي مش ما هوش سوليوشن بحد ذاته عن السان، انما ممكن السان بتاعتنا ممكن تبقى فيها انترفيس فايبر، وفي الحالة لو الانترفيس الفايبر ده معنى كده انه لازم يتوصل بفايبر كيبل في سويتش فايبر، في انترفيس فايبر عندي في السيرفرات، فطبعا دي تكلفتها غالية شوية. ممكن السان في نفس الوقت يكون فيها انترفيس ايس كازي. الايس كازي ده في ناس هتتحير فيه شوية. الايس كازي ده هل هو عبارة عن الايس كازي اللي هو اللي كان فيه زمان اسمها هاردات سكازي، كانت عبارة عن الهاردات العادية بتاعتنا نشوفها كمان شوية في الاصطلاحات اللي جاي؟ لا طبعا، هي الايس كازي تكنولوجيا تانية مختلفة. ده عبارة عن بروتوكول للترانسفير الداتا مش نوع هارد. فهي على سبيل المثال السام بتاعتنا ممكن تشتغل كفايبر وفي نفس الوقت ممكن تشتغل كايس كازي. فهنا الاختلاف في الانترفيس الخاص بالسان مش نوع الهاردات اللي جوه. فممكن يكون في السام بتاعتنا فيها انترفيس فايبر فنستخدم كابلات فايبر فإنها تبقى غالية، وممكن يستخدم عن طريق الايس كازي. الايس كازي عبارة عن كيبل عندنا متوصل في السان ومتوصل عندي في سويتش عادي كيبل RJ45، ومن السويتش العادي الى السيرفر بتاع برضك في انترفيس كارت نتورك عادي. وليه طريقة معينة في الكونفيجريشن عشان نقدر نربط بين الايس كازي اللي موجود الانترفيس الموجود في السان وبيننا وبين الكارت نتورك الموجود في السيرفر عندي. السرعة بتاع الايس كازي مقاربة الى حد ما من الفايبر اوبتيك، هي بتكون من 1 أو 10 جيجا بت بير سكند. برضك بيشتغل كبلوك ليفل نفس الوضع في السان. البرفورمانس بتاعه يعني متوسط الى عالي، ده بيختلف بس على سرعة الكونكشن بينها وبين الفايبر. طبعا الفايبر هتكون اعلى، لكن الهاردات من جوه هي نفس الهاردات، ما فيش اي اختلاف. السعر بتاعه متوسط، ده من نقطة ان هو بيستخدم كيبل عادية، ما بيستخدمش فايبر كيبل، وما بيستخدمش فابريك او سويتش فايبر عندي. الايس كازي بيستخدم سويتشات عادية، كابلات عادية. الناس ستورج يمكن في ممكن كتير من عندنا بيشوفها والناس بتستخدمها لان هي تكنولوجيا بسيطة. هي عبارة ورك عن مجموعة هاردات موجودة في اطار شاسية. الهاردات دي كلها متصلة مع بعضها. الهاردات دي ممكن هاردات رخيصة جدا، ساتا، هاردات بسيطة، 4 5 هاردات متوصلين مع بعض. الهاردات دي كلها متجمعة مع بعض على بوردة واحدة. البوردة ده على نظام تشغيل بيعمل مانج الهاردات ديت، واحنا من خلال نظام التشغيل ده بنقدر نعمل مانج للستورج دي. الستورج دي بنتوصل بيها، بنقدر نعمل كونكت عليها من خلال كيبل نتورك. السرعة بتاعته من 1 جيجا ل 10 جيجا. بقدر استخدم الداتا اللي عندي الموجودة على الهاردات ديت كأنها فايل ليفل. فايل ليفل ده معناها ان احنا بنقدر نشير الداتا اللي موجودة في السان ونقدر نتعامل معاها ونشوف ايه انواع الشير اللي ممكن نستخدمه على الناس عندي. التكلفة بتاعتها طبعا قليلة جدا بالنسبة للسان سوليوشن او الايس كازي، لكن البرفورمانس بتاعها بطيء جدا عندي.
لو شوفنا شكل الكونكتيفيتي اللي موجودة في أنواع الاستورج بتاعتي، لو قلنا النوع ده هو النوع الأول اللي هو عبارة عن الناس بتتصل بيه كيبل نتورك عادي. ال NFS ده بروتوكول الشير الخاص باللينكس، يعني احنا ممكن نغير ديت ونقول عليها الناس. حاليا الناس بتاعتي بتبقى بيها انترفيس جوه الاستورج RJ45 متوصل بيه السيرفر مباشرة، أو متوصل بالسويتش ومن السويتش في السيرفر. الأيس كاري نفس الوضع، لكن الأيس كاري بيبقى فيه الكروت بتاعته متطورة إلى بعض الشيء، لكنه ممكن يشتغل في كروت عادية بتاعتنا موجودة في السيرفر. لكن في أنواع منه بتبقى كروت جاية أيس كاري، بتبقى السرعة بتاعتها أعلى من الكروت الخاصة بنا، لكن هو في الآخر عبارة برضك عن RJ45 متوصل بالكارت الموجود بالسيرفر ومتوصل بالإنترفيس الأيس كاري الموجود في السان ستورج. الفايبر شانل أو اللي بنقصد بيه هنا السان ستورج، السان ستورج عبارة عن ده كارت فايبر متوصل في السيرفر. كارت الفايبر بيطلع على سويتش فايبر، من السويتش الفايبر بيطلع على السيرفر بتاعي اللي هو بيفرق فيه انترفيس فايبر اوبتيك. الكلام ده هنعرفه في السلايد الجاي بالتفصيل، والكونكتيفيتي ازاي بتشتغل بين السيرفر اللي هو فيه فايبر والسويتش الفايبر والسيرفر اللي فيه انترفيس فايبر اتش بي اي. لكن الأول هنيجي نقطة نقطة كده، نوع من أنواع الاستورج بتاعتي نتكلم عليها بالتفصيل. أول نوع عندي اللي هو DAS أو Direct Attached Storage، ده النوع الأشهر عندنا وكلنا بنستخدمه. النوع ده بيتفرع منه كذا نوع من أنواع الهاردات. ال Direct Attached Storage عبارة عن الهاردات اللي بتتركب لوكال جوه الجهاز بتاعنا، سواء جهاز بيرسونال أو جهاز سيرفر. طبعا بنتكلم كتكنولوجيا الـ VMware، كان بنتكلم كتكنولوجيا للسيرفرات. فالسيرفر ده فيه هاردات لوكال، ممكن الهاردات اللوكال بتاعتنا دي تكون لو احنا بنتكلم كسيرفر ممكن تكون ساتا أو سكازي أو ساس أو سوليد ستيت. لكن لو بنتكلم كجهاز بيرسونال ممكن نضيف عليهم الـ ATA. طب هو ايه الـ ATA؟ ده يمكن نوع قديم دلوقتي من انواع الهاردات، يمكن دلوقتي الساتا هو حل مكانه. الـ ATA عبارة عن الهارد اللي هو قدامنا بالصورة ديت، كان عبارة عن هارد بيتوصل عندنا عن طريق الكيبر العريض ده اللي هي كانت عبارة عن 40 بناية قدامنا، وده كابل الباور، ده جناب اللي كانت بتتحكم في موضوع السليف والماستر الموجود فيه. الهاردات دي تعتبر دلوقتي انقرضت وحل محلها الساتا. الساتا يعتبر نفس الحجم ويعتبر قريب من نفس السرعة الخاصة بالـ ATA اللي هي سواء 5400 أو 7200، بيتوصل بنفس الوضع ده، لكن الكابل بتاعه الداتا مختلف في الانترفيس بتاعه، والباور نفس الوضع عندنا. الساتا يعتبر أشهر نوع من أنواع الهاردات اللي موجودة عندنا جوه الأجهزة البيرسونال، لكنه مش منتشر كتير في السيرفرات بسبب ان هو السرعة بتاعته بطيئة اللي هي 7200 في غالب الأحوال. السكازي كتكنولوجيا كانت نوع من أنواع الهاردات اللي كانت بتوصل في السيرفرات، ودي استمرت مدة طويلة جدا عندنا لغاية لما جه الهاردات الساس وحلت محلها زي الساتا لما حل محل الـ ATM. كان الهارد السكازي بالشكل اللي قدامنا ده ليه انترفيس طويل جدا 56 بن، البنات دي بتوصل عندي على البوردة بواسطة كيبل معين. كان السرعة بتاعته إلى حد ما في زمنه سريعة 7200 أو 10000، ده الماكسيموم بتاعه. كان حجمه كبير اللي هو 3.5 إنش، بعكس الساس اللي هو طلع بعته الحجم بتاعه 2.5 إنش بس، والسرعة بتاعته يا إما 10000 يا إما 15000 لفة في الدقيقة. طبعا كل دلوقتي السيرفرات حاليا بتيجي باي ديفولت بالساس. في نوع عندنا من انواع الهاردات لسه نازل جديد مش منتشر كتير في السيرفرات بسبب غلو ثمنه، اللي هو سوليد ستيت هارد ديسك، لكن ده نزل دلوقتي ممكن نركبه في السيرفرات او نركبه في الاجهزه، لكن مازال سعره غالي في احجام قليله ونادر لما حد بيجيبه في السيرفرات. السوليد ستيت التكنولوجيا عبارة إن إحنا حولنا الميديا الموجودة في الهاردات عندنا، الميديا اللي هي عبارة عن الأسطوانات الحديدية اللي بيبقى بينكتب عليها الداتا بشكل ماجنتيك والإبرة، غيرنا كل التكنولوجيا ديت وعملناها في صورة أيسيهات موجودة على البوردة.
فكده احنا بنعمل نفس الاسلوب بتاع الفلاشات عندنا، ان احنا بننقل الداتا عليها ونشيلها عن طريق ان احنا بنحط الداتا على ايسيات مش على حاجة آلة بتدور عندنا وإبرة بتكتب بشكل مغناطيسي على الاسطوانات عندنا. طبعا لما استخدمنا الأسلوب ده السرعة كبرت، السرعة بقت عالية جدا 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 في سرعة القراية والكتابة، لأن هو بيكتب دلوقتي بنفس سرعة الفلاش، بيكتب على ايسيات، فسرعة كبيرة جدا عن السرعة دي. لكن طبعا التكنولوجيا ما زالت في بدايتها فهي غالية عندنا. في نوع تاني من الهاردات عبارة عن هاردات نفس كونسبت السوليد ستيت لكن بشكل انترفيس بي سي اي، ده بيركب على البوردة، لان احنا لو شفنا ان السوليد ستيت ممكن يركب عندنا على الجهاز عن طريق وصلات الساتا، وفي منها ساتا 1 وساتا 2 وساتا 3 وده الاشهر. ممكن السوليد ستيت يجي بانترفيس ساس، ده بيركب كانه هارد ساس لكن الانترفيس بتاعه انترفيس بتاعه ساتا لكن الهارد من جوه سوليد ستيت، او ممكن يركب الهارد سوليد ستيت ده في البورده مباشره عن طريق فتحه بي سي اي اكسبريس. طبعا هو ده اعلاهم لو احنا وصلنا الهارد ده بي عن طريق البورده مباشره ك بي سي اي اكسبريس. ديت انواع الهاردات الدايركت اتاتش سيرفر ستورج، اللي هي الهاردات اللي بتركب لوكال داخل السيرفر بتاعنا. اي سيرفر لازم هيجي فيه الهاردات ديت، لكن كاحنا ككونسبت كفي موير مش بنستحب ان احنا بنعمل اي فيرتشوال ماشين جوه الهاردات اللوكال، دايما بنستخدم الهاردات او الستورج السان او الناس او الايس كازي عشان نقدر نعمل عليهم الفيرتشوال ماشين عشان نستفاد في موضوع الكلاسترنج والفي موشنز وغيرها من الفيتشر بتاع الهاي افيلابيلتي عندي. لكن لو عملت الاستورج موجودة عند الفي ام وير، عملت الاستورج بتاعتها على استورج من نوع داس، ده كده مش هستفاد بأي فيتشر خاصة بموضوع الهاي افيلابيلتي عندي. انا بستخدم بس الدايركت اتاتش ستورج اللي هي موجودة لوكال عشان اعمل انستول لنظام الـ ESX فقط على السيرفر، وهو يعمل مانج للستورج الخارجية اللي هي من نوع السان او الايس كازي او غيره. النوع التاني من انواع الستورج عندي، وده يعتبر اهم نوع، وهو الايس كازي عندنا في تكنولوجيا الفي ام وير، وفي ام وير بتاعت يعني معتمدة عليه كتير جدا كتكنولوجيا. في بعض الفيتشر موجودة في ام وير مش هتشتغل الا اذا كان عندك سان او عندك ايس كازي. عايزين نتفق على حاجة عشان ما نلخبطش بين السان وبين الايس كازي. السان والايس كازي متشابهين في جزء كبير جدا. متشابهين في جزء ايه؟ السان والايس كازي هم عبارة عن ديفايس واحد، لكن الاختلاف بينهم في الانترفيس اللي طالع من الديفايس ده. يعني انا مثلا هروح دلوقتي شركة من الشركات المتخصصة في إنتاج السان اللي هي زي الـ EMC أو النت آب أو IBM أو HP أو غيرها. الشركة دي أقول لها أنا عاوز سان، هتقول لي السان ده عاوز فيه ستورج بتاعته كام هارد، عاوز الهاردات دي أنواعها إيه، الكاش بتاعتك عاوزة إيه، الميموري البروسيسور والفايل السويتش بتاعك كام، انترفيس كام، بورت والسرعات بتاعته وهكذا. طيب النقطة الخلافية عندي بين السان وبين الايس كازي في الانترفيس اللي طالع من السان ديفايس. بمعنى ان انا دلوقتي هشتري ستورج فيها مثلا 10 هاردات، كل هارد 300 جيجا. طيب اللي يفرق عندي ان السان هيبقى الانترفيس بتاعها فايبر، اما الايس كازي الانترفيس بتاعها يكون عبارة عن كارت نتورك عادي. اي سوليوشن سين حاليا بقى الانترفيس بتاعه في بعضه انترفيس خاص بفايبر وفي بعضه انترفيس خاص بالايس كازي. فتكنولوجيا السين والايس كازي واحده في الهاردات وفي الاستورج كتكنولوجيا، لكن الاختلاف الوحيد بين السين وبين الايس كازي هي في الانترفيس مش اكتر من كده. فلما نتكلم على السين كتكنولوجيا بنقصد بيه هنا السان الخاصة بالفايبر شانل، عشان نفرق بين الجزء اللي بعد كده هنتكلم فيه على الايس كازي. الستورج الخاصة بالايس كازي اللي هي ستورج اريا نتورك اللي هي السان، لو شوفنا كده التوبولوجي بتاعتها او الديزاين بتاعها بيمشي ازاي.
قلنا السين عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديفايس، الشكل اللي قدامنا ده من بره كده. الديفايس ده فيه مجموعة من الهاردات، الهاردات ديت ممكن تكون ساس، ممكن تكون ساتا، ممكن تكون سوليد ستيت على حسب ما انت بتختار، لكن هي بتبقى هاردات مخصصة للسين، مش اي هاردات تركب. طبعا الهاردات دي كلها بيحتمل لها مانج من خلال سوفت وير داخلي داخل السين، بيعمل لها عملية الريد وبيقسمها عندنا في شكل حاجة اسمها لان. اللان اللي هي الشكل اللي قدامنا ده، اللي هي الدوائر ديت. اللان ده هي عبارة عن نوع من أنواع تقسيم الداتا عندي. معنى اللان ده بياخد جزء من الداتا من كل هارد ديسك عندي ويعملها كأنها بارتيشن. اللان ده ليه فايدة كبيرة جدا عندنا داخل السن، إن هو على سبيل المثال لو أنا بعمل لان باخد جزء من كل هارد عندي، مش باخد هاردين مثلا واعملهم لان، لا انا باخد جزء من الهارد من كل هارد، مثلا 6 هاردات باخد من كل واحد جزء معين. فانا لما اجي اكتب واقرا ميل من اللان ديت فبستخدم السرعة بتاع ال6 هاردات، فطبعا هيديني السرعة كبيرة جدا عندي. ده غير طبعا الكونسبت اللي احنا بنستخدمه في التقسيم في الهاردات العادية عندنا، ان احنا لما نيجي مثلا نقسم هنقسم هارد كأنه كذا بارتيشن، او ممكن نجمع كنعمل ريد ونقسم ناخد هاردين ثلاثة نعملهم كبارتيشن واحد وهكذا. لكن انا دلوقتي بستفاد بالهاردين او الهارد اللي انا اقسمه، اما اللان هيستفاد من كل الهاردات السرعة بتاعتهم اللي انا هقسم هاخد منها اجزاء. انا ممكن اعمل اكتر من لان على الهاردات، يعني ممكن اعمل لان واحد اخد مثلا من كل هارد 100 جيجا، يبقى عندي 600 جيجا من ال6 هاردات دولت، وأعمل لان تانية كل واحد منه 50 جيجا وهكذا. اللان اللي هي اختصار لوجيكال يونت نمبر، يبقى عندي هاردات، عندي ديفايس، عندي نظام تشغيل. نظام التشغيل ده احنا مش بنقدر نأكسسه مباشرة من بره، لكن هو نظام تشغيل داخلي بقدر استخدمه عشان أعمل اللان وأقسمها وأشغل الفيتشر بتاع السين ستورج بتاعتي. الديفايس بتاع ده بيكون فيه حاجة اسمها كنترولر أو بنسميه الاستورج بروسيسور. الاستورج بروسيسور ده عبارة عن الانترفيس اللي بيطلع من السان ديت متوصل مباشرة مع الفايبر اوبتيك أو فايبر سويتش. الاس بي ديت عبارة عن انترفيس اتش بي اي اللي هي هوست بيست ادابتر، اللي هي عبارة عن الانترفيس الخاص بالفايبر عندي متوصل في سويتش فايبر بنسميه الفابريك. سويتش الفايبر ده متوصل في الهوست عندي اللي هو السيرفر. السيرفر ده لازم طبعا يكون فيه انترفيس اتش بي اي، اتش بي ده هنرمز لها دايما الهوست بس ادابتر بالانترفيس الخاص بالفايبر عندي. فيبقى عندي طالع من السان ستورج بتاعتي من خلال الاس بي كيبل فايبر متوصل بسويتش فايبر، ومن السويتش الفايبر ده متوصل في السيرفر بتاعي. هلاقي دايما ان في السين ستورج دايما في من كل حاجة 2، بمعنى ان احنا بنحاول دايما السين ستورج بتاعتي ميبقاش فيها اي داون تايم او ميحصلش فيها اي فيلير. فهنلاقي ان احنا فيها كل حاجة 2، هتلاقي فيها اكتر من هارد ديسك عشان نعمل موضوع الريد، لو اي هارد باظ في هاردات تانية مكانه. بيكون في 2 كنترولر او 2 بروسيسور موجود جوه الاستورج بتاعتي، كل كنترولر فيه بروسيسور بيعمل مانج للاستورج بتاعتي. الكابلات بيبقى كابلين طالع من السان متوصل كل كابل على السويتشين عشان يبقى فيه ريدندنسي، لو في اي كابل وقع او انترفيس وقع يبقى فيه كابل تاني شغال، او لو في سويتش ويبقى في سويتش تاني شغال. ونفس الوضع في السيرفر بتاعي، بيكون في 2 انترفيس عشان كل انترفيس متوصل بسويتشين، السويتشين دي متوصلين بالسين عشان لو في انترفيس الخاص بالسيرفر وقع يبقى في انترفيس تاني شغال. الشكل اللي قدامنا ده هنشوفه اكتر لو عايزين نتكلم على الكونكتيفيتي الخاصة بالسين. بالشكل اللي قدامنا ده لو احنا شفنا كده، ده السين ستورج من الخلف. سان ستورج ده الانترفيس الخاصة بالفايبر اوبتيكال، ده اللي هو الاس بي او بروسيسنج اس بي. الاس بي دي متوصلة بكيبل فايبر متوصل في
السويتشات الاف سي سويتش او الفابريك، السويتش ده متوصل بيه الاي اس اكس. لاحظوا ان السيرفر واحد بيبقى فيه كارتين اتنين، احنا ممكن طبعا نشتغل بكارت واحد، مش لازم يكون في عندنا كارتين وسويتشين، ممكن يكون كارت واحد، لكن انا بعمل الكلام ده عشان احمي نفسي من جزئية ان انا ما اقعش، ان انا لما لو في سويتش منهم وقع يبقى انا عندي سويتش تاني شغال، او كابل منهم وقع يبقى الكابل تاني شغال. على سبيل المثال انا دلوقتي متصل بالكيبل ده، بشتغل الكوميونيكيشن شغالة تحت من هنا على السويتش ده بالستورج. لو الكونكشن، لو الكارت ده باظ او الكيبل ده باظ او السويتش ده باظ، يبقى عندي انترفيس تاني ممكن اشتغل بيه عندي في نفس الوقت. نفس الكونسبت عندي موجود هنا، لو عندي سويتشين نفس الوضع، الكيبل ماشي عندي بشكل مزدوج عشان لو في اي سويتش عندي وقع يبقى عندي سويتش تاني شغال. طيب ايه مكونات السان لو هنتكلم بديتيلز اكتر؟ لو هنبدأ كده من ايه السان بتاعتي، السان عبارة عن الهاردات بتاعتنا اهيت. الهاردات ديت بتتقسم عن طريق حاجة اسمها لان، اللي هي اللوجيكال يونت نمبر. اللان دي بتاخد جزء من كل هارد من الهاردات دي، بيت بتعملها كبارتيشن، ممكن اعمل لان واحد واثنين وثلاثة. جوه السان ديت يا جماعة جوه شوية في حاجة اسمها كاش، ده اللي بتتنقل الداتا من اللان للستورج بروسيسور اللي هو الانترفيس المتوصل بيه السويتش الفايبر. بيبقى جوه السان ديت برضك في بروسيسور بيعمل هاندلنج للداتا، في رامات غير طبعا للكاش، موجود كل الكلام ده جوه الاستورج بتاعتي. بيبقى في سوفت وير بيعمل مانج لكل الكلام ده، السوفت وير ده حتى بيحتوي سوليوشن باك اب كسناب شوت وغيرها. الانترفيس بتاع اللي هو الفايبر طالع من هنا، بيبقى عندي طبعا اتنين انترفيس شكل ما شفنا عشان موضوع الريدندنسي. الانترفيس الاول بيطلع على السويتش، لو عندي سويتش تاني الانترفيس التاني بيطلع عليه شكل ما احنا شفنا هنا كده مثلا. الانترفيس ده طالع عن طريق فايبر اوبتيكال متوصل في السويتش الفايبر، ومن السويتش الفايبر متوصل كفايبر كيبل في الانترفيس الفايبر اللي هو هوست باس ادابتور اللي موجود جوه السيرفر بتاعي. الكونسبت ديت ما هياش كونسبت في ام وير في حد ذاتها او تكنولوجيا فيرشواليزيشن، ده كونسبت موجوده في اي في تكنولوجيا السان بصفه عامه، ان هو السيرفر بتاعي لازم يكون فيه فايبر اوبتيكال كيبل، فايبر انترفيس نتورك اللي هو اتش بي اي، الفايبر ده متوصل بكيبل فايبر في سويتش فايبر، وطالع من السويتش الفايبر كيبل فايبر متوصل في السان اللي فيها الانترفيس الفايبر. الكونسبت ده موجود في السان ستورج من اول ما اتعملت عندنا. احنا ممكن طبعا نستخدم السان ستورج مش عشان الفيرشواليزيشن، ممكن نستخدمها عندنا كتكنولوجيا عادية خالص. واكتر مثال بنستخدم السان ستورج من زمان فيه هو موضوع الكلاسترنج عندنا للداتابيز، ان انا بجيب سيرفرين اتنين، السيرفرين دولت فيهم كيبل فايبر متوصل في السان بتاعتي، جت السان متوصلة في سيرفر واحد وسيرفر اتنين. وعلى سبيل المثال بعمل كلاستر هنا للداتابيز مثلا موجودة هنا، هنا اس كيو ال داتابيز موجودة في النص، وبعمل كلاستر بين السيرفرين ده عشان لو في كلاس سيرفر وقع يبقى في السيرفر التاني شغال وبيعمل كونكت الاتنين جوه السان ستورج عندي. ده المثال الأشهر للسيلف ستورج في حياتنا العملية من زمان. لكن طبعا احنا بنستخدم السيلف ستورج بشكل كبير جدا في موضوع الفيرشواليزيشنز، لأن دي هتفيدنا في بعض الفيتشر الخاصة بالهاي افيلابيلتي عندنا جوه الفيرشواليزيشن. يبقى دلوقتي اتكلمنا على السيلف ستورج، ايه هي السيلف ستورج ككونسبت، ايه مكوناتها، هاردات، لان، انترفيس فايبر طبعا، سويتشات فايبر، سيرفرات فيها انترفيس فايبر عندي، ده كسوليوشن السام. طيب ايه بقى الايس كازي؟ الايس كازي هو نفس الكونسبت ده، لاحظوا معايا نفس الشكل، هاردات، لان، انترفيس اس بي، لكن هنا الانترفيس الحاجه المختلفه،
الترفيس هنا يا جماعة ما هواش انترفيس فايبر، ما هواش اتش بي اي، انما هو انترفيس نتورك عادي اللي هو ار جي 45. النتورك ده متصل معايا فيه على سويتش عادي خالص، مش لازم هنا السويتش اللي هو الفابريك. السويتش ده متصل معايا عن في السيرفر بتاعي. السيرفر ده على فكرة مش لازم يكون اتش بي اي، مش لازم يكون فايبر، انما بيكون كارت نتورك عادي. كارت النتورك ده بيبقى فيه سوفت وير بيسميه سوفت وير انيشاليتور. الانيشال سوفت وير اللي هو انيشال سكاي سكازي اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل بيه كونكت على السان عندي. فالاختلاف بين السان والاي سكازي هو في الجزء ده اللي هو الخاص بالكونكتيفيتي، ان الاي السان فيه فايبر انترفيس، الاي سكازي فيه نتورك انترفيس عندي. اللي هنا بنستخدم التي سي بي اي بي عشان طبعا هو نتورك انترفيس، فبيعمل كوميونيكيشن بيننا وبعض عن طريق الاي بي هات. اما الفايبر ما بنستخدمش فيه اي اي بي هات، انما احنا بنستخدم فيه كيبورد مباشره. الاثنين بيعملوا ديتكت لبعض عن طريق سوفت وير مباشره عندي. فنفس الكونسبت واحد، هاردات لان انترفيس سيرفر وهكذا. في عندنا في الايس كازي حاجة اسمها الايس كازي انيشيليتور وايس كازي تارجت. الايس كازي تارجت والايس كازي انيشيليتور ككونسبت عشان نفهمه لما نشوف في حياتنا العملية. لو احنا جينا دلوقتي قلنا ديت ديت سان، السان ديت فيها هاردات، السان دي متوصلة عندي عن طريق الايس كازي، الايس كازي ديت متوصلة في سويتش، في كيبل طالع من السويتش داخل عندي على السيرفر بتاعي. الكلام ده كله، كل الكابلات دي كابلات عادية خاصة بالنتورك، والانترفيس انترفيس عادي برضه خاص بالنتورك بتاعت الار جي 45، وفي كابلات عادية عندي. ايه بقى هو الانيشيليتور وايه الايس كاز تارجت؟ الايس كاز تارجت هو عباره عن السان، الجزء اللي احنا المستهدف عندي اللي فيه الاستورج. فالجزء ده بنستخدمه بنقول عليه حاجه اسمها الايس كاز تارجت. الايس كاز انيشيليتور ده عباره عن سوفت وير موجود على السيرفر ده او هارد وير. السوفت وير ده عباره عن سوفت وير بينزل على السيرفر بيعمل كونكت من خلاله على الايس كاز تارجت. فاحنا ممكن كده نعتبر الايس كاز انيشيليتور ده عباره عن الايس كاز كلاينت اللي هو بيعمل كونكت على السيرفر او الاستورج اللي هي شغاله بالايس كاز. طب ايه بقى الايس كاز انيشيليتور هارد وير وسوفت وير، الفرق بينهم؟ الايس كاز سوفت وير والهارد وير اللي هو الاولاني ده مثلا اللي هو السوفت وير ده عباره عن ايه؟ في عندنا في نوع من انواع الكروت الايس كاز اللي هي بتنزل عندنا جوه السيرفر بلت ان فيه، هي شكلها نفس الكروت الخاصة بالنتورك بتاعتنا العادية، لكن الاختلاف بينها وبين الكروت النتورك العادية، الكروت اللي هي الايس كازي نتورك ديت، ان هي بيكون فيها سوفت وير بيلت ان بيعمل كونكت مباشرة على الايس كازي تارجت اللي هي عبارة عن السان بتاعت المتوصلة بالانترفيس الايس كازي. اما الايس كازي سوفت وير ده عبارة عن سوفت وير بيكون نازل موجود جوه السيرفر. على سبيل المثال مايكروسوفت، لو فتحنا في الويندوز 2008 هنلاقي حاجه اسمها الايس كاز انيشيليتور، بفتحه بعمل كونكت على وبكتب فيه الاي بي بتاع الايس كاز تارجت وبعمل كونكت عليه. فهنا لو لاحظنا في الايس كاز سوفت وير عباره عن كارت نتورك عادي موجود في السيرفر، وجوه الاوبريتنج سيستم بتاعي بلاقي فيه الايس كاز انيشيليتور اللي هو سوفت وير وبدخل فيه الاي بي عندي. اما الايس الهارد وير اللي هو الايس كاز انيشيليتور هارد وير ده عباره عن ان جوه الكارت النتورك بتاعها نفسه في السوفت وير الخاص بالايس كاز انيشيليتور اللي هو بيعمل بيه كونكت على التارجت. النقطه المهمه عندي هنا ان احنا عاوزين نفرق بين السان ككونسبت والايس كازي، عرفنا ان هما الاثنين حاجه واحده كهارد وير، لكن الفرق بينهم هو في الانترفيس. الكونكتيفيتي بين الايس كازي وبين السيرفر بيستخدم عن طريق التي سي بي اي بي لانه بيستخدم نتورك كونكتيفيتي، اما السان بيستخدم فايبر اوبتيكال ما بيستخدمش هنا نتورك كونكتيفيتي ك اي بي ادرس او تي سي بي اي بي. الايس كازي
في حاجة اسمها ايس كازي تارجت اللي هي عبارة عن الستورج، وفي حاجة عبارة عن الايس كازي انيشيتور ده عبارة عن الكلاينت اللي بيعمل كونكت على الستورج اللي هي شغالة بالايس كازي عندي. شفنا ان في الايس كازي انيشيتور في منه نوعين، اللي هو السوفت وير اللي بنزله على اي جهاز سيرفر عندي بيعمل بيه كونكت بواسطة كارت النتورك العادي بتاعنا على الايس كازي تارجت. اما الانيشيليتور الهاردوير ده عبارة عن كارت نتورك مخصص للايس كازي، بيبقى جواه بيلت ان السوفت وير اللي هو بيعمل بيه كونكت على الايس كازي تارجت. اتكلم على النوع التالت عندنا او النوع الرابع اللي هو عبارة عن الناس نتورك اتاتشد ستورج. النتورك اتاتش ستورج يمكن ديت نوع مشهور عندنا بعض الشيء لان هو رخيص الثمن. هو عبارة عن ديفايس ده موجود فيه بعض الهاردات، لكن طبعا مش بعدد الهاردات الضخم الموجود في السان ولا في نفس الجودة بتاع الهاردات الموجودة في السان. الهاردات الناس دايما بتكون هاردات عادية، بتكون ساتا في أغلب الأحوال أو اي دي اي، أحجامها كبيرة لكن طبعا كسرعة بطيئة. الهاردات دي موجودة في الديفايس ده، الديفايس ده بكل متصل على بوردة واحدة. في دي سوفت وير مانجمنت نقدر نعمل بيه إدارة لكل السان بتاعت الناس ديت من بره، بقدر أقسم الهاردات وأعمل لها مانج وأشيرها وأعمل فيها كل حاجة. الكونكتيفيتي الخاصة بالناس اللي بتعمل كونكتيفيتي بره بينها وبين بينها وبين السيرفرات أو بينها وبين الكلاينت عن طريق كارت نتورك عادي RJ45 والسرعة بتاعته العادية 10 أو 100 أو 1000 متوصلة عن طريق سويتش عادي في النتورك بتاعتي، وبتستخدم طبعا بروتوكول TCP/IP. ده شكل بعض الشركات اللي منزلة ناس ستورج سواء ويسترن أو كيوناب أو غيرها من الشركات. ده عبارة عن ستورج مشهورة بيكون هنا موجود في الهاردات فوق بعضها بالشكل ده، كل لمبة هنا بتعمل ديتكت على هارد معين هو شغال أو مش شغال. بيكون الانترفيس من ورا عبارة عن انترفيس كارت نتورك عادي متوصل عندي بالسويتش منه للنتورك التحتي ككل. الناس تكنولوجيا بسيطة جدا وسهلة جدا، لكنها بتختلف عن السان ستورج في طبعا السرعة. السان كونسبت طبعا في هناك حاجة اسمها اللان اللي بيستخدم الهاردات بطريقة معينة وبيكون الهاردات طبعا سريعة. الناس عندي مفيهاش حاجة اسمها لان، هنا الناس عبارة عن مجموعة من الهاردات ممكن أعمل لها ريد لكنها كلها بتطلع في الآخر كهاردات عادية جدا، ما بستفادش بأي فيتشر اللي موجودة في السان زي السناب شوت والباك اب وغيرها. هنا الناس ستورج ما فيهاش السوفت وير الخاص بالباك اب وكده بشكل داخلي. الناس ستورج بتاعتي عشان اقدر اكسسها طبعا عن طريق اي بي، لكن هي بتشتغل بنظام حاجة اسمها الفايل ليفل. الفايل ليفل يختلف طبعا عن السان، السان بتستخدم كبلوك ليفل ان انا بقدر يظهر عندي السان كهاردات جوه الماي كمبيوتر، اما الناس بتظهر عندي كفولدرات متشيرة جوه السان. الناس بعمل لها ماب نتورك عندي جوه الماي كمبيوتر. البروتوكولات اللي انا بستخدمها عشان اشير الفايلات الموجودة على الهاردات الموجودة جوه الناس هي عبارة عن NFS اللي هي عبارة عن البروتوكول الشير الخاص باللينكس أو اليونكس، أو الـ SMB ده البروتوكول اللي هو السامبا اللي هو خاص بالشير الخاص بمايكروسوفت، أو الـ SAFB اللي هو عبارة عن البروتوكول الخاص بالشير في الأبل ماكنتوش. ديت يعني لما أقسم الهاردات بتاعتي يبقى كريت فولدرات، الفولدرات ديت بشيرها عشان الناس تقدر تأكسس إيه الناس بتاعتي. طبعا سرعة الترانسفير بطيئة بيننا وبين الناس ستورج، وفي نفس الوقت القراية والكتابة والاي او بيكون بطيئة لان التكنولوجيا بتاع العرضات عندنا جوه بتكون بطيئة، وفي نفس الوقت بيكون التكنولوجيا نفسها رخيصة الخاصة بالناس ستورج عندي. بعد ما تعرفنا على انواع الستورج والفروق بين الاستورج وتعرفنا على السان والايس كازي والناس ككونسبت ك اندبس، عاوزين دلوقتي ازاي نقدر نكريت سان
او ناس او ايس كاظم. طبعا كمفهوم ان احنا نكاريت، طبعا هي دي كلمة مش حقيقية، لان احنا بالفعل السان او الايس كاظي او الناس ده عبارة عن ديفايس بنشتريه، جهاز هاردوير جاي بامكانيات معينة على حسب الطلب بتاعنا، وبيجي وبيركب عندنا مع السيرفرات. لكن طبعا احنا في الكورس بتاعنا او في اللاب بتاعنا مش هنقدر نجيب سان او ايس كاظي او ناس حقيقية عشان نقدر نستخدمها في الكورس بتاعنا. فعشان كده احنا نعمل سان وايس كاظي وناس سيميليشن او وهميين عن طريق برامج موجودة جوه الويندوز، او نعمل لها انستول على الويندوز، او اوبريتنج سيستم خاص بيه ان هو بيعمل سان فيرتشوال او بيعمل ناس او ايس كاظي. عندنا اكتر من سوفت وير ممكن نستخدمه عشان نعمل ناس او نعمل ايس كاظي. عندي في عندي برنامج مشهور اسمه ستار ويند. ستار ويند ده بيقدر من خلاله نقدر نعمل ايس كاظي او سان ايس كاظي، مش سان فايبر طبعا، في جميع الاحوال هنقدر نعمل سان ايس كاظي فقط بيه. ده عبارة عن سوفت وير بعمل له انستول، ده السايت الخاص بيه اللي هو ستار ويند سوفت وير. ممكن انزل لمدة 30 يوم على فور تيستنج، واقدر اعمل بيه من خلاله سان ايس كاظي ستورج جوه الويندوز بتاعنا. او ممكن نستخدم الويندوز سيرفر بتاعنا عشان نعمل بيه ناس، يعني نحول الجهاز بتاعنا الى ناس ستورج. او ممكن نجيب اوبريتنج سيستم اسمه فري ناس او اوبن فايلر، ده عبارة عن اوبن سورس لينكس نازل فيه سوفت وير بيعمل لنا يا اما ناس تحديدا ان اف اس بروتوكول اللي هو شير ستورج الخاص باليونكس او الويندوز اللي هو عبارة عن السامبا او بالابل، وبيعمل لنا برضك في نفس الوقت ايس كاظي ستورج. في برامج تانية برضك ممكن تعمل لنا الموضوع ده. فالفكرة بتاعتنا دلوقتي ان احنا بنحاول الجهاز بتاعنا، جهاز عادي خالص، جهاز بي سي او سيرفر، الى سان ستورج او ايس كاظي ستورج او ناس ستورج عندي. طبعا ده بشكل وهمي، بنقدر نعمله في حالتين اتنين. لو هنعمل فور تيستنج ولابنج قبل ما نشتري السان بتاعتنا، نجرب الكونسبت بتاع الهاي افيلابيلتي والكلاستر ونتعلم عليه، او ان احنا ما مش معانا التكلفة الخاصة بالسان عندي او الايس كازي، فبعمل بجيب جهاز امكانياته عالية الى حد ما في ستورج، والستورج دي تكنولوجيا سريعة شوية ممكن اركب فيه هاردات سوليد ستيت، واحول الديفايس ده عن طريق السوفت وير اللي هو شبه مثلا فري ناس احوله الى ايس كازي ستورج واستخدمه في الحياة عندي جوه الشركة. هنتعلم عندنا في المديول ده في اللاب ازاي نقدر نعمل ناس ستورج تحديدا اللي هو ان اف اس ده، لان ده هو البروتوكول المعتمد مع في ام وير اللي هي بتستخدمه مع الناس. هنعمل ان اف اس ستورج عن طريق الويندوز وعن طريق الاوبريتنج سيستم اللي اسمه اوبن فايلر عندي، وهنكريت برضك ايس كازي اللي هو سان ايس كازي عن طريق برنامج ستار وايند وعن طريق اوبن فايلر. ال NFS ده عبارة عن الويندوز فقط لا غير، ويندوز 2008 سيرفر بننزل فيه فيتشر NFS، ونقدر نكريت فولدر نشيره بطريقة معينة ونقدر نستخدمه كأنه NFS شير، نقدر نضيفه جوه ال VMware، وهنشوف ده في الجزء الثاني من مديول 5. أو عن طريق الأوبن فاير. الأوبن فاير ده عبارة عن نظام تشغيل متكامل مش بينزل جوه الويندوز، إنما هو بينزل على الهاردوير مباشرة وبيحول الجهاز الفيزيكال ده إلى ناس أو بيحوله إلى أيس كازي، لأن إحنا هنستخدمه بردك في الجزء التاني الخاص بالأيس كازي. أو عن طريق السوفت وير اللي هو الستار وايند بقدر أكريت بأيس كازي، ده عبارة عن سوفت وير بنزله على الأوبريتنج سيستم بتاعي. فهنبدأ واحدة واحدة دلوقتي. عندنا أول جزء هنتعلم إزاي نكريت، نحول الجهاز بتاعنا إلى ناس ستورج عن طريق الويندوز، وبعد كده هنتعلم إزاي نحول الجهاز بتاعنا إلى أيس كازي عن طريق ستار وايند.
وبعد كده نتعرف ازاي نقدر نعمل انستول للاوبن فايلر ونعمل له كونفيجريشن ونقدر نعمل من خلاله ايس كازي وناس. معنى كده ان احنا نتعلم 3 ابلكيشن نقدر نكريت بهم ناس ونقدر نكريم بهم ايس كازي عن طريق الويندوز او عن طريق الاوبن فايلر او عن طريق الستار وايند. الاوبن فايلر هيقدر يعمل لي ناس وايس كازي، الويندوز هيقدر يعمل لي ان اف اس، ستار وايند هيعمل لي الايس كازي فقط. فنبدأ بأسهلهم وأبسطهم إن إحنا من طريق الويندوز مباشرة هنحول الويندوز بتاعنا ده إلى ناس ستورج عن طريق إن إحنا هنشغل السيرفيس الخاصة بالNFS. الNFS ده بروتوكول الشير الخاص باليونكس أو اللينكس، وده اللي هي شركة في ام وير بتستخدمه عشان تعملوا كاستورج عندها أو تقدر تحط عليها جواها الفيرتشوال ماشين. في ام وير ما بتستخدمش الشير بتاع الويندوز عشان تقدر تضيفه وتكريت عليه فيرتشوال ماشين. في ام وير بتتعامل بس مع ال ان اف اس، لان اساس الفي ام وير هو عباره عن اللينكس. عشان نعمل الكلام ده لازم الاول اروح جوه السيرفيس، جوه الرولز الخاصه بالويندوز 2008، واجي اعمل انستول للفاير سيرفيس اللي هو الخاصه بالشير سيرفيس، وتحديدا هضيف الخاصيه اللي اسمها Network File System اللي هي ال NFS. لازم دي الأول أنزلها عندي على الجهاز اللي هكريت عليه ال NFS Share. بعد كده بكريت فولدر في أي مكان عندي، فولدر هسميه على سبيل المثال ناس، فولدر هعمل رايت كليك عليه وهعمل له شير، لكن الشير مش الشير بتاعنا ده، الشير بتاعنا ده اللي هو الصمبا، ده ال SMB طبعا، ده الشير الخاص بين ويندوز وويندوز، لكن هعمل هنا الشير الخاص باللينكس اللي هو ال NFS Network File System. هاجي هنا اعمل مانج، هعمل انيبل للشير، هسيب الديفولت سيتنجز، لكن هاجي في البرميشن هعمل فيه بعض التغييرات. اول حاجة ان انا هعمل النظام اللي هو البرميشن بتاعه ريد رايت، واعمل الاو للروت، الروت هنا اللي هو الاكونت الادمنستريتور في اللينكس، ان هو يبقى ليه فول برميشن، واعمل اوكي. اوكي الفولدر ده في الحالة بتاعتنا دلوقتي عبارة عن فولدر متشير. لاحظ شكله عامل ازاي، متشير عن طريق ال NFS. ممكن اي جهاز دلوقتي لينكس او يونكس يقدر يعمل كونكت عليه ويقدر يعمله كمابنج عنده، ويقدر يكريت عليه يحط فيه فايلات، او يقدر نضيفه جوه ال VMware ESX ويقدر نكريت عليه فيرتشوال ماشين. هنتعلم ازاي نقدر نضيفه جوه ال ESX عندي في الجزء التاني من المديول بتاعنا الحالي. دلوقتي ازاي قدرنا نشوف نعمل ناس ستورج جوه الويندوز. طيب ازاي نقدر نعمل ايس كاز جوه الويندوز؟ طبعا ايس كاز مباشرة جوه الويندوز دي ما تنفعش، هي مايكروسوفت نزلت حاجة اسمها ايس كاز تارجت ممكن تعملها مباشرة من جوه الويندوز، لكن ديت لسه في بدايتها. لكن في برنامج مشهور جدا اللي هو ستار وايند بيقدر يعمل لنا ايس كازي بفيتشر كبيره جدا جوه الويندوز. طبعا ده سيرت بارتي بنزله من السايت الخاص بشركه ستار وايند، واعمله انستول عندي. انستول بتاعه بسيط جدا، نيكست نيكست مفيش اي اوبشن. بعمل حاجه اسمها تارجت، اوتوماتيك رايت كليك تارجت بتتكريت عندي. التارجت دي بقى هتكريت فيها الايس كازي عندي. باجي هنا التارجت احنا شكل ما فهمنا في الاول ان احنا عندنا في حاجة اسمها ايس كازي تارجت، ده السيرفر اللي بيبقى فيه عليه السينس ستورج الايس كازي، والايس كازي انيشيليتور ده عبارة عن الكلاينت اللي بيعمل كونكت على السيرفر ده. فهنا في التارجت عندنا بكاري التارجت او الاستورج بتاعتي بمعنى اصح، سماه مثلا اي اس كازي، ده التارجت نيم او بنسميه الاي كيو ان، ده هنعرفها وراك في الجزء التاني ان شاء الله. ده عبارة عن اسم التارجت او اسم الاستورج الموجوده هكريتها عندي جوه السيرفر. ده الاي كيو ان اللي هو الايس كازي كواليفايد نيم، وبياخد بعد كده اسم عباره عن اسم التاريخ بتاعنا حاليا شهر 8 2008، وبعد كده اسم الدومين بتاعنا واسم الشركه اللي هي starwind.com، وبعد كده اسم السيرفر الخاص بينا واسم الالياس الموجود هنا. نيكست. طيب
الاستورج اللي احنا نعملها دي هنعملها جزء من الهارد بتاعنا، ولا هنعملها عن طريق على تيب، ولا هنعملها على اوبتيكال ديسك؟ طبعا هنستخدم جزء من الهارد بتاعنا. طب هنستخدم الهارد الفيزيكال، ناخد سي او دي بتاعتنا، او هناخد جزء من الهارد، لكن الجزء ده مش هيتاخد كجزء كده كم جزء من البارتيشن يتقسم من عندنا، لكن هو هيتاخد كام لف في اتش دي فايل، فيرتشوال هارد ديسك فايل. طب الفيرتشوال هارد ديسك فايل ده هيتاخد من الهارد ديسك ولا يتاخد من الرامات؟ طبعا ده لو هنعمل بارتيشن فروم ميموري، طب نعمله من الهارد ديسك افضل. هل هو في هارد ديسك اوريدي موجود نعمل له ماونت، ولا هتاخد جزء من الهارد ديسك؟ هنعمل طبعا جزء من الهارد ديسك، لسه اول مره عندنا. هنحدد المكان اللي احنا هنعمل فيه الاستورج ديت، نسميه مثلا ايس كازن، وهنقول الاستورج ده حجمها قد ايه، مثلا 5 جيجا، 5000 عندنا. نكست ده يكون بالشكل ده والاسم ده. لو عاوزين نعمل فيها فيتشر الكلاستر بنعمل فيها الاوبشن ده، نكست نكست فينش. يبقى دلوقتي هو عبارة عن كارية ملف، الملف ده مساحته 5 جيجا من الهارد بتاعنا، ما هو مش بيفرمت الهارد ولا حاجة، لكن هو بيكريت ملف كده جوه الهارد بتاعي، بنستخدمه كأنه ستورج ايس كازي عندي. عشان نقدر نعمل كونكت على الايس كازي سيرفر اللي احنا عملناه دلوقتي عن طريق برنامج الستار وان من خلال ويندوز، بفتح متسرف تولز، لا في حاجة اسمها ايس كازي انيشيليتور، ده عبارة عن الايس كازي كلاينت. عشان نعمل كونكت على السيرفر بكتب هنا الاي بي بتاع السيرفر اللي موجود عليه الايس كازي تارجت اللي هو فيه الاستورج الايس كازي، وبعمل فيه كويك كونكت. اوكي اوريدي كونكتد حاليا. باجي في ديسكفري بلاقي الاي بي بتاع السيرفر، البورت اللي بنعمل بيه كونكت على الايس كازي تارجت هو دايما بيكون 3.62. لو عندي اكتر من تارجت او اكتر من ستورج موجودة في الايس كازي سيرفر بيكون بتظهر لي هنا 1 2 3 4، اللي هي الاي اي اكتر من اي كيو ان. يعني ممكن اجي هنا في تارجت اعمل تارجت جديد او هوست جديد، وبيظهر لي هنا اكتر من ستورج عندي، بيظهر لي هنا الفوليوم ده عبارة عن الستورج اللي احنا مكريتينها اللي هي مساحتها 5 جيجا. ده لو انا عامل اوزنتيكيشن بيني وبين التارجت سكازي اي سكازي بدخلها هنا هي والشاب الخاص بينا او الاي بي سك. طيب الهارد ديسك دلوقتي اللي هو اللي احنا عملنا عليه كونكت اللي هو موجود في سيرفر الاي سكازي او الاي سكازي الحقيقية، ازاي نقدر نعمل له مانج؟ عشان نقدر نعمل له مانج ويزر جوه الماي كمبيوتر عندنا، بدخل على ديسك مانجمنت، الاقيه بالشكل ده، لان احنا اتفقنا طبعا ان الايس كازي عبارة عن بلوك ليفل، فبيظهر لي الهارد ديسك اللي هو مساحته 5 جيجا اللي جاي من الايس كازي تارجت بالشكل اللي قدامنا ده، كأنه هارد ديسك متوصل لوكال جوه الجهاز بتاعي. فبعمل رايت كليك واعمل هنا اونلاين وانشيليت، ورايت كليك واقسمه دلوقتي، اقسمه بالشكل اللي انا عاوزه والفورمات اللي انا عاوزه وهكذا، هيظهر عندي كأنه بارتيشن عادي تماما باسم اللي انا عاوزه، واقدر افتحه واقدر كاريت عليه الداتا اللي انا عاوزها وهكذا. احنا دلوقتي حولنا جهاز عندنا بالفعل الى ايس كازي ستورج عندي، او سان ايس كازي، عن طريق ان انا جبت برنامج ستار وايند نزلت عندي، عملت تارجت، التارجت جواه عملنا ايس كازي ستورج، بعمل كوخ جزء من الهارد مساحة معينة انا بحددها، وبعد كده بفتح الكلاينت عندي. الكلاينت ده طبعا يا جماعة مش لازم يكون الكلاينت ده نازل على جهاز ويندوز سيرفر، ممكن يكون اي ويندوز حتى ويندوز 7
او ويندوز اكس بي، لكن بنزل عليه الايس كازي انيشيليتور. بعد ما ادخل الكونكت على السيرفر ده، وبقدر اشوف فيه الهاردات اللي انا او الاستورج اللي انا عاملها عن طريق الايس كازي، وبقدر اشوفها عندي، وبقدر اقسمها وبعملها مانج عن طريق ديسك مانجمنت، وبتظهر عندي بالشكل ده. لكن طبعا نلاحظ ان الطريقه ديت للتعليم مش للشغل العملي، عشان طبعا لو البرنامج ده السيرفيس بتاعته وقفت او اتمسح من عندي، الداتا بالكامل هتضيع من عندي. لازم يكون البرنامج ده دايما شغال عشان يربط بين السيرفر اللي احنا عاملينه كأنه سان ايس كازي، وبين الكلاينت اللي بيعملوا بيها كونكت عليها. علشان كده عملوا سوفت وير تاني اقوى، ممكن من خلاله نعمل ايس كازي بشكل دايم. يعني عملوا اوبن سورس عبارة عن نظام تشغيل لينكس، مينيمم لينكس، معمول له كاستمايزيشن، شايلين منه كل الفيتشر الخاصة باللينكس، حاطين بس فيه الابليكيشن الخاص بالسان اللي هي الايس كازي، وحاطين بيه السيرفيس الخاصة بالشير اللي هي الان اف اس والسامبا وانواع الشير كلها. الاوبريتنج سيستم ده اسمه اوبن فايلر. اوبن فايلر ده عبارة عن اوبن سورس، ده السايت الخاص بيه، ده عبارة عن اوبن سورس سيرفيس بتقدر تقدم لي ال NFS اللي هي الشير الخاص باللينكس والايس كازي والفايبر عندنا. طبعا ده في الفايبر لو ان السيرفر اللي هنزل عليه السوفت وير ده فيه انترفيس اتش بي اي كفايبر عندي، والكلام ده كله بقدر اعمل بيه كونكت على في ام وير، على اوراكل في ام اللي هي الصن حاليا، او زين سيرفر اللي هو السيتريكس فيرشواليزيشن او الهايبر في الخاصة مايكروسوفت، او اعمل عليه كلاستر لاس كيو ال عندي عادي. عشان نعمله داونلود، هو اوبن سورس فري، ممكن تنزله داونلود وتستخدمه عندك عادي، ممكن تنزله كايزو وتعمل له انستول على السيرفر بتاعك، او تنزله كفيرشوال ابلاينس جاهز تشغله مباشرة من غير ما تعمل له انستليشن عندي. انا في الكورس عندي نزلت الايزو اوريدي، وهعمل لها عملية انستول عندي دلوقتي على السيرفر، هعملها انستول جوه فيرتشوال ماشين في ام وير. طبعا احنا مفترض في الحقيقة بنعمل انستول للاوبن فايلر على جهاز مباشرة، جهاز هاردوير مباشرة، مش بنزلها جوه فيرتشوال ماشين طبعا، لكن عشان احنا نقدر نشوف ازاي نقدر نعمل انستول للاوبن فايلر ده، بنزلها جوه في ام وير. هنختار لينكس. الاوبن فايلر عبارة عن في الاصل بتاعه عبارة عن سنتوس، فاختار ان هو سنتوس 64 بت. شوف المكان اللي هينزل فيه، هيستخدم كام بروسيسور، كام رامات، كارت النتورك، بريدج، كل طبعا الاختيارات العادية تماما. الهارد ديسك اقول كذا، واي دي ده عبارة عن الهارد ديسك اللوكال، ده عبارة عن الهارد ديسك اللي هينزل عليه الاوبريتنج سيستم بتاع الاوبن فايلر والابليكيشن. احنا طبعا هنكريت اكتر من هارد ديسك جوه السيرفر ده، طبعا ده هيستخدم كستورج، فطبعا لازم يكون السايز بتاعه ضخم، ده ملف ال VMH. هنشيل طبعا البرينتر، الساوند والفلوبي ديسك، طبعا دي كلها حاجات مش هحتاجها، واعمل كونكت اقول هيباوت من جوه السي دي اوبن ناس. وهعمل كونكت، هيعمل انستول من السي دي بتاع الاوبن فايلر. الانستول بتاعه سهل وبسيط، لو اي حد عنده اكسبيرينس في انستول لينكس هيلاقي العملية بسيطة، وتحديدا هو نفس الانستول الخاص بالريد هات او بالسنتوس. بعد ما نعمل عملية انستول بنعمل عليه كونكت من خلال الويب انترفيس، هو اوتوماتيك بياخد اي بي من الدي اتش سي بي الخاص بينا، ومن خلال الويب انترفيس بنكتب الاي بي بتاعه بطريقه معينه، ونقدر نعمل له مانج، نغير الاي بي بتاعه، ونغير الديفولت يوزر نيم وباسورد، ونضيف فيه هاردات تانية وهكذا. ده بداية عملية الانستول. الكيبورد واللانجوج بيسألنا على الهاردات، طبعا انا اقسم الهارد كله، الهارد اللي انا حاطه دلوقتي 20 جيجا، ده هارد بس الاوبريتنج سيستم، هياخده هو يقسمه، يعمل بالروت وبيعمل بالسواب والكلام ده.
انا ممكن نحدد الاي بي اللي هياخده، السيرفر اللي هيبقى الاوبن فايلر ده او السكازي بتاعي، او ان انا ممكن اخليه ياخد من دي اتش سي بي. حاليا هسيبه انه ياخد من دي اتش سي بي. هعمل تايم زون، اللوكال ادمنستريتور اكونت اللي هو الروت، وانستول. بيعمل عملية تقسيم لهارد اللوكال. بعد ما يعمل عملية الانستول احنا هنضيف فيه هاردات تانية. الهاردات ديت هنقدر نعمل لها عملية فورماتنج من جوه الويب انترفيس الخاص بيه، ونقدر نعمل لها نضيفها كأنها فوليوم أو كأنها بارتيشن، ونقدر نعمل لها انستول بشكل بسيط جدا جوه الفيم وير. لكن طبعا بعد ما يحصل عملية انستول، الهارد فيه الوحيد دلوقتي هو ده هارد 20 جيجا، لي فقط لعملية الانستول للاو اس الخاص بالاون فاير، بس مش هعمله كفوليوم واشيره كان اف اس، او اعمله كايس كازي او الناس تقدر تاكسس من بره. عملية الانستليشن دلوقتي انتهت، هنعمل له ريستارت. دلوقتي السيرفر اتعمل له ريستارت و خلاص. ده الاي بي اللي هنعمل بيه كونكت، ده اللي هو الويب ادمنستريشن جي او اي اللي هو اتش بي بي اس الاي بي بتاعنا، وبنعمل غير البورت عندنا 2446 عشان نعمل عليه كونكت. نفتح اي متصفح عندنا، يبقى 1.71. نقطة في بعض، هنغير البورت إلى 446. طبعا بيسأل عن السيرتيفيكيشن، ديت مش سيرتيفيكيشن حقيقي، بيدينا وورنينج. الديفولت يوزر نيم وباسورد اللي بينزل بيه عبارة عن اوبن فايلر، ده اليوزر نيم، والباسورد كلمة باسورد. طبعا ممكن نيجي دلوقتي نغير الباسورد بتاعته عادي. ده اول حاجه الستاتس، نجيب لي الاي بي والفيرجن بتاع الكيرنل الخاص باللينكس والاسم الخاص بيه والاب تايم واليوسج من النتورك واليوسج من الهارد ديسك والتقسيمه بتاعته. السيستم لو عاوز اغير اسم الاوبن فايلر الخاص بيه الهوست نيم بتاعه، نقدر نغير الاي بي بتاعنا كمان دي اتش سي بي نغيره ستاتيك. الفوليوم نشوف الهارد ديسك الخاصة بينا اللي موجودة، طبعا احنا ما عندناش اي هارد ديسك موجودة دلوقتي، الهارد ديسك الوحيد ده بتاع الاوبن فايلر او اس. ممكن نعمل كلاستر، ممكن نعمل كوتا للشير فولدر اللي نقدر نعمله عندنا، نقدر نكريت الشير من هنا، نقدر نشغل السيرفيس نشغلها ونوقفها بشكل الايس كازي والان اف اس. الاكونت ان ممكن اكريت يوزر نيم واكونتات، اليوزر ممكن عن طريقها يأكسسهم الداتا الشير الموجودة على السين الخاص بي. طبعا اول خطوة اعملها في الاول ان انا عاوز اكريت ستورج، لان دلوقتي ما عنديش اي ستورج موجودة جوه السيرفر ده. عشان نضيف ستورج ممكن نضيف ستورج السيرفر ده شغال او ممكن نطفيه. طيب احنا شغالين كفيرشوال، ممكن هو شغال، نيجي هنا في السيتنج واعمل اد واضيف هاردات، هو اوريدي راننج مفيش مشكله. اضيف هارد على سبيل المثال مساحته 30 جيجا، واضيف هارد تاني مساحته 40 جيجا عشان نشوف الفرق بينهم من بعض. ممكن نضيف اكتر من هارد عادي، هيظهر لي هنا الهاردات جنب بعضها. طبعا هياخد ثواني في عملية الديتكت ويظهر عندي 1 و2 و3. 1 عنده 20 جيجا ده اللي هو اوبريتنج سيستم، و2 31 جيجا، 1 40 جيجا.
ارجع الانترفيس نعمل ريفريش. نيجي دلوقتي نقول عاوزين نكريت فوليوم. ده اول خطوة عندنا من الخطوات، لو احنا هنعمل ستيبس كده عشان نقدر نعمل ان اف اس شير او ويندوز شير او ايس كازي سان. دلوقتي انا عندي هاردات انضافت عندي. الهاردات ديت لو عاوز اقدر اقسمها واقدر استخدمها، اول حاجة لازم اول خطوة عندي ان انا بحول الفيزيكال هارد ديسك ده الى فوليوم. ده التلات هاردات اللي عندي دلوقتي، ده اللي عليه الاو اس اوريدي متقسم 3 بارتيشن، ده لنظام تشغيل. عندي هاردين تانيين، الهارد ال30 والهارد ال40 جيجا. هقول الهارد ده انا هعمله فوليوم كرييتبل فول سايز واعمله كبرايمري فيزيكال فوليوم. بعد ما كريته فوليوم بعمله جوه جروب اسمها جروب فوليوم، ده الكاريت كفوليوم. نيجي فوليوم جروب نسمي مثلا اسكازي جروب، ونضيف فيها الهارد ديسك اللي احنا عملناه فوليوم دلوقتي اللي هو 30 جيجا. طبعا مساحته بتقل شوية، ده طبعا الجزء ده بيطير في اي هارد. مش عاوزين سبيس. دلوقتي عملنا الفوليوم وضفنا الفوليوم ده جوه جروب. ممكن لو نعمل مانج فوليوم. الخطوة اللي بعد كده هنيجي في السيرفيس ونشغل خاصية الايس كازي تارجت. نعملها ستارت. نرجع للسيستم، بنكريت هنا حاجة اسمها Network Access Configuration. ديت بنبقى نوع من أنواع السكيورتي، بنحدد فيه الرينج الخاص بالكلاينت اللي يقدروا يعملوا كونكت على الأيس كازا سيرفر الخاص بينا، أو مثلا كل الرينج بتاع النتورك بتاعتنا اللي هي 192.168.1.x بالسبنت ماسك ديت، ممكن يقدروا يعملوا كونكت عندنا يأكسسهم ال الايس كازي اللي موجودة على الاوبن فايلر. نرجع لفوليوم، نيجي في الجزء الخاص بالايس كازي تارجت. هلاقي دلوقتي ظهر عند الاي كيو ان. الاي كيو ان ده الاسم التارجت الخاص بالتارجت عندنا الايس كازي تارجت، عبارة عن الاي كيو ان النيم الخاص بالتاريخ، الاسم معكوس اللي هو الدومين دوت كوم، وبعد كده اسم السيرفر طبعا اسم عشوائي بيعمله. ممكن نعدل فيه الاسامي دي، نسيب اوبن فايلر نقطتين فوق بعض مثلا ايس كازي. نعمل اد، ده الاي كيو ان اللي هتظهر للكلاينت. نيجي في اللان، ممكن هنا بنقسم الفوليوم بتاع اللان. طبعا ديت خاصية ما شفناهاش في الستار وايند. الستار وايند بياخد الجزء الهارد بالهارد ديسك يعمله لان واحدة. ممكن هنا نقسم الجزء ده الى اكتر من لان. علشان نقدر نعمل لان عندنا لان شكل ما فهمنا ان هي عبارة عن بيبقى عندنا اكتر من ستورج بناخد منها اجزاء بنستفاد بالسرعة بتاع الهاردات كلها. باجي في اد لان، اوريدي عملنا فوليوم اللي هو 30 جيجا ضفناه في جروب اسمها الاسكاس جروب.
ممكن نعمل لنا ناخد جزء من الهارد ديسك ده بشكل معين، ممكن ده السايز بتاعنا، ممكن ناخد منه 10 جيجا ونقول له ان هو اشتغل كايس كازي. لاحظ ان هو جزء مهم جدا ان احنا بنعمله كبلوك، ان احنا بنستخدمه كايس كازي مش هنعمله كاشير. والاسم بتاعه ممكن نسميه سكازي اتش دي، نعمل كرييت ان هيبقى مساحته اللاندا جزء من الفوليوم هيبقى مساحته 10 جيجا فقط. نرجع للايس كازي تارجت، دلوقتي ظهر عندي، هنعمل له ماب. ممكن يكون عندي الايس كازي عنده اكتر من لان جوه الايس كازي. بنيجي في النتورك الاس ال اللي احنا عملناها من شويه جوه السيستم، اللي عرفنا فيها ان احنا الناس اللي في رينج ال 192.168 واحد هما بس اللي يقدروا يعملوا كونكت على السيرفر ده. هعمل لهم allow update، ونيجي للجزء الخاص بالاوثنتيكيشن. لو انا عاوز اعمل اوثنتيكيشن عن طريق الشاب تشالنج هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول بين الكلاينت اللي هو الانيشيتور وبين التارجت عندي، دلوقتي كده يبقى انتهيت من كرييت الايس كازي عندي. عشان نتأكد ان هو اشتغل او لا، نروح نفتح الايس كازي انيشيتور، نكتب هنا الاي بي الخاص بالتارجت، نعمل كود كونكت ساكسفلي. دلوقتي حصل عملية كونكت، اوتو ظهر عندي ده الاسم بتاعه، ده طبعا ده الاسم اللي هو بستار وايند ده، اما ده الخاص بالكون فايلر. لو عشان اقدر اعمل له مانج، باجي في الديسك مانجمنت هلاقي هو ظهر عندي، اقدر اوبن ليه ونقدر نشتغل عليه عادي خالص. لو رجعنا تاني ناخد مثال تاني، ان احنا عاوزين نكريت جزء من الهارد ديسك التاني ال 40 جيجا، ناخد منه على سبيل المثال 20 جيجا، نعملهم كايس كازي تاني. نبدأ الخطوات من الاول، نيجي جوه فوليوم، ده البلوك ديفايس، ده الديفايسات اللي موجودة already detected جوه السيرفر بتاعي. هنقول مثلا الهارد ديسك التالت قدامنا اهوت، هنكريت كفوليوم. والفوليوم ده هنضيفه جوه جروب، نسميها على سبيل المثال اتش دي جروب. بعد ما ضفناه في الجروب نيجي نعمل لان جزء منه، نختار الجروب بتاعتنا، نسمي مثلا HD2، ناخد طبعا 40 جيجا، ممكن ناخد 30 جيجا، نعملها لان ونختار بلوك اسكازي. بعد كده عملنا اللان عندنا، طبعا احنا اوريدي بكريتين النتورك اكسس كونفيجريشن واوريدي مشغلين السيرفيس بتاع الايس كازي تارجت. فينا ايس كازي انيشيتور بس طبعا دي مش هنستخدمها خالص لان احنا مش كلاينت، احنا سيرفر في الحالة بتاعتنا ديت. بكده كل الخطوات اتعملت، نرجع بقى للايس كازي تارجت.
هنقول احنا كاريتين الاي كيو ان، اللان هنعمل لها ماب في الاي كيو ان اللي اوريدي موجودة، يعني الاي كيو ان ممكن تحتوي اكتر من لان، ونعمل الاو اوريدي معمولة وتشاب مش هنعدل فيها. نيجي دلوقتي في الانيشيريتور، هو اوريدي كونكت على الاوبن فايلر، لكن طبعا انضاف هارد ديسك، فنيجي في الجزء الخاص هنا في الفوليوم نعمل اوتو كونفيج، ظهر عندي دلوقتي الكونكشن الجديد اللي هو الخاص بالهارد ديسك الجديد عندي، اقدر اشوفه دلوقتي ادا 30 جيجا اللي عملناهم جديد من الهارد التالت عندي. ممكن اشغله دلوقتي واعمله كبارتيشن جديد عندي. دلوقتي خدنا مثالين ازاي نقدر نكريت الايس كازي عندي، دلوقتي اتعلمنا ازاي نقدر نكريت الايس كازي من جوه الستار وايند ومن جوه الاوبن فايلر، واتعلمنا ازاي نكريت الناس اللي هي الان اف اس ستورج من جوه الويندوز. هنتعلم ازاي نقدر نكريت دلوقتي كناس او ناس شير اللي هو الان اف اس الخاص بالشير الخاص باليونكس او اللينكس من جوه الاوبن فاير. الاوبن فاير يا رب يقدم لنا ورك ان احنا ممكن نكريت شير خاص بالويندوز او الابل، لكن طبعا احنا في حالتنا بنستخدم اوبن فاير عشان الفي ام، والفي ام ما بتتعاملش الا مع الان اف اس شير. نرجع دلوقتي عندنا ده الفوليوم الخاص بينا، اول خطوة هروح اخد جزء اعمل طبعا الاتنين هارد ديسك احنا استخدمنا منهم اجزاء، عملنا منهم لان، هنعمل لان من الهارد ديسك مثلا 40 جيجا، احنا خدنا منه 30 ففاضل مثلا 10، اقول مثلا اعمل هارد ديسك مساحته 5 جيجا، وليكن على سبيل المثال نقول سميه ناس، ده عبارة عن لان اسمها ناس جزء من الفوليوم اللي هو كان 40 جيجا، هناخد منه 5 جيجا. ممكن نعمل لها فايل سيستم، نعمل لها تقسيم ك AX2 او AX3 او AX، نيجي جوه السيرفيس هنشغل السيرفيس الخاصة بال NFS، نعمل لها enable و start، عاوزين نعمل ستارت شير الخاص بالويندوز هنعمل ستارت سيرفيس سي اي اف اس، نيجي في الجزء الخاص بالشير هنلاقي دلوقتي ان احنا من الجزء الخاص بالاتش دي جروب عملنا شير اسمه ناس، اعمل كونكت عليه كليك عليه بقول هنكريت فولدر داخلي فيه، هنعمل مثلا اسمه شير، الفولدر ده هنظبط البرميشن عليه نقول له انه ميك شير، ونقول ان ممكن اي حد يأكسس عليه ابديت، وانا محدد البرميشن الخاص بالفولدر اللي شيرنا ده في خاصية ال NFS، هعمل ريد رايت لو احنا هنأكسس من خلال الويب بنعمل ريد رايت، لو هنتأكسس من خلال ال FTP وهكذا، واعمل ابديت. ممكن حتى نفتحه عن طريق الاس ام بي اللي هو السي اي اف اس اللي هو الخاص كاشير الخاص بالويندوز، لكن طبعا لازم نتأكد ان السيرفيس هتبقى شغالة هنا برضك خاصة بالسي اف اس او السامبا. كده يبقى شيرنا فولدر اسمه شير في فولدر جوه اسم جوه بارتيشن اسمه ناس على السيرفر ده. طبعا عشان نعمل كونكت عليه لازم يكون عندنا جهاز لينكس عشان نقدر نعمل كونكت من خلاله، يكون بيفهم بروتوكول ال NFS او من خلال الفي ام وير، وده الجزء اللي هناخده في الجزء التاني من الفيديو الخاص بينا دلوقتي،
ازاي من جوه الفي امير نعمل كونفيمور اي اس اكس. خمسة نعمل كونكت على ستورج شغالة ك ان اف اس او شغالة جوه ناس ستورج. لكن احنا عملنا انيبل لخاصية الشير. الفولدر ده عملنا له انيبل كشير ببروتوكول السامبا. دلوقتي اما نيجي نعمل شير بنقدر نفتحه، يبقى الفولدر ده متشير كأنه ان اف اس كلينكس ومتشير كأنه سامبا او سي اي اف اس اللي هو الشير الخاص بمايكروسوفت. ده الشير، ده الاتش دي جروب، ده اسم الجروب الخاص بالفوليوم، والناس ده جزء من اللان. ده لان عبارة عن اسمها ناس دوت شير، ده اسم الفولدر المتشير. ممكن نفتحه هنا ونقدر نعمل كاريت فايلات وفولدرات. لاحظوا هنا يا جماعة ان احنا شكل ما اتفقنا ان الايس كازي كان بيظهر عندي كأنه بارتيشن جوه الديسك مانجمنت، اما ال ان اف اس اللي هو ناس بيظهر عندي كفايل ليفل اللي هو عبارة عن الشير، مقدرش اضيفه عندي كأنه في الديسك مانجمنت، لكن ممكن اعمل له ماب نتورك ويظهر عندي جوه الماي كمبيوتر كأنه بارتيشن موجود عندي بالشكل. يبقى كده اتعلمنا ازاي نقدر نعمل NFS Storage جوه الـ Open Filer. يبقى كده شوفنا أكتر من أبليكيشن بقدر أعمل بيه ناس Storage، وبقدر بيه أعمل بيه iSCSI Storage عندي. كده يبقى انتهينا من الجزء الأول من مديول 5 اللي بيتكلم على الـ Storage Concept. اتعرفنا من خلاله على أنواع الـ Storage، الـ DAS أو الـ SAN أو الـ iSCSI أو الناس. شوفنا الفروق بينهم، شوفنا ايه الفرق بين الفايل ليفل والبلوك ليفل، الكومبير بين الاستورج بين الناس والسان عندنا والايس كازي. شوفنا كل واحدة بالتفصيل ايه اللي هو دايركت اتاتش ستورج، ايه هو عبارة عن الهاردات الاي تي اي والساتا والساس والاسكازي والسوليد ستيت. تعرفنا على السان ككومبوننت وكان كونكشن. اتعرفنا على الايس كازي وايه فرقها بينها وبين السان. اتعرفنا على الناس، والمهم اخر جزء اتعرفنا على الابليكيشنز اللي ممكن من خلالها اعمل ناس او اعمل ايس كازي سيرفر ستورج عندي. في الجزء القادم ان شاء الله هنشوف نتعلم ازاي نقدر نعمل كونكت للستورج ديت داخل الفي ام وير او تحديدا في سفير 5، وازاي الـ vSphere 5 يعمل كوميونيكيشن بينه وبين الـ iSCSI وبين الـ NFS عندنا. متشكر لاستماعكم، كان معاكم مهندس خالد الدسوقي.